بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا، ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. نحن في شرح قول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهدين. نحن في تفسير العرف. ما هو العرف الذي حكم به الإسلام وانتشر حكمه بعدل في المجتمعات؟ العرف هو ما تعارف الناس عليه في بيع أو شراء أو عمل أو طلاق بما قيد بشروط. إذا قيد أولا بالشرط الذي لا يخالف شرعا، العرف الذي لا يخالف شرعا، أما إذا كان يخالف الشرع فلا يجوز العمل به. ثانيا القيد الثاني ألا يؤدي إلى مفسدة، العرف الذي لا يكون نهايته إلى فساد، كمثل زينة الرجال مثلا لم تقيد، فإن لبس الرجل لباسا كان فيه فتنة للنساء لا نقول هذا عرف، هذا فيه يؤدي إلى مفسدة فلا يجوز ذلك. وينطلق تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الرجال المتشبهين بالنساء، ولعن الله النساء المتشبهات بالرجال. فهذا إذا أدى إلى مفسدة، شاب لبس ضيق، لبس الضيق بفتن النساء، كذلك المرأة لو لبست ضيقا تفتن الرجال. فهذا لك أخيك الناس تعرف، فنقول هذا العرف غير معترف عليه لأنه يؤدي إلى فساد. الثالث أن يقضي إلى مصلحة راجحة، العرف فيه مصلحة لهذا الإنسان، فيه مصلحة للإنسان بين البائع والشاري. إذا كانت المصلحة للبائع أو المصلحة للشاري بما يقيد بعلوم الشريعة فمن له ما في مانع. فإذا العرف يختلف على حسب اختلاف الزمان والمكان والبلاد، البلدة غير الضيعة والمدينة غير الضيعة والضيعة غير المدينة، كل واحدة إلى عرف. فمن العرف استخلص مذهب أو استخلص حكم شرعي عام في المذاهب، وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ. أي قاعدة عامة في كل بلاد العالم: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. مثلا كانت المساجد ما لها موادن، ما لها كم مآذن، يطلع على السطح يأذن على السطح، فرأى المسلمون أن يتخذ المأذنة حتى يطلع حتى يسمع أكثر، رأى المسلمون هذا العمل فاتخذت المأذنة، هذا رأوا حسنا، فهو حسن ولا سيء؟ فهو حسن، ما في مانع. رأوا أن النساء كانت تقف وراء الرجال، هذا كان النساء في المسجد الواحد، الرجال وراهن الأولاد وراهن النساء، فرأى المسلمون أن يجعلوا للنساء مكانا خاصا، السدة تقعد فيها النساء والرجال تحت حتى ما يكون اختلاط، رأى المسلمون هذا حسنا فهو عند الله حسن. فإذا
العرف في الحياة يكون على حسب ما فيه منفعة ومصلحة شرعية ودينية. الله عز وجل أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام آية البيعة، البيعة للرجال والبيعة للنساء. قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على كم شرط؟ على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. بايع، أتت النساء إلى النبي للبيعة، لأن المسلمين أضاعوا البيعة. مسلم بيصلي لكن ما بايع. البيعة معاهدة بينك وبين نائب رسول الله على أن تستقيم على شرع قراءة قرآن أو ذكر أو تسبيح أو أوراد، بيعة، وهذه البيعة معاهدة تبقى إلى الموت. فأتوا النساء إلى بيعة النبي عليه الصلاة والسلام، ظنوا النساء بصافح النبي، كل واحد ببايع صافحة. فعليه الصلاة والسلام قال: إنما قولي لامرأة كقولي لألف امرأة. بايعهم بالكلام ولم يصافح امرأة، وقوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، صلى الله عليه وسلم. ولما أراد الرجال أن يبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام بايعهم بيعة النساء على هذه الشروط الستة: أن لا يشركن بالله شيئا. لكن كان النبي عليه الصلاة والسلام لما يبايع حط إيده بإيد رجل أو اثنين أو ثلاثة، حط إيده فوق منهم وبايعهن، وبايعك على أن لا تشرك بالله شيئا، ولا تزني، ولا تسرق، ولا، فيقول: بايعتك يا رسول الله هذه البيعة. خلص ما عاد يمكن أن يقع في خطأ، عاهد النبي عليه الصلاة والسلام عليه هذه البيعة. فالمعروف بنصوص البيعة ما ذكرت في القرآن، فنص البيعة على حسب ما يبايع إنسان. بيجي هلا أخ بده يبايع، ما نقول له لا تشرك ولا تزني، ولا نبايعك على أن تذكر الله وتقرأ القرآن، تحضر مجالس العلم، بايع توافق؟ نعم. هذه البيعة في إلها آداب وأحكام حاصل. فهذا المعروف اللي ذكر بالآية: ولا يعصينك في معروف. شو هو المعروف اللي لا يعصينك فيه؟ هذا المعروف تركوا لتحديد الناس، تركوا لتحديد الناس. المرأة أن لا تعصي النبي في المعروف. ما هو المعروف؟ في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت أن لا تخرج بغير إذنه، ولا تعمل إلا بإذنه. الآن شو هو؟ الآن أن تلتزم بشرع الله ما استطاعت، هذا المعروف على حسب. ورد في أحكام الحقوق الزوجية، قال الله تعالى: اليوم كل شغلكم بالمعروف، كنت تنتبهوا كيف الله عز وجل يسر الأمور في المجتمعات. قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، للنساء مثل ما للرجال بالمعروف. ما هو هذا المعروف الذي ذكره الله عز وجل؟ قال: وعاشروهن بالمعروف. المعاشرة بالمعروف ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام: أن تطعمها مما تأكل، وأن تلبسها مما تلبس، ولا تقبح الوجه، ما تقول لها تضربي بها الشكر، تضربي بها الوجه، هذا لا يجوز شرعا، وأن لا تقبح الوجه، وأن لا تهجر إلا في الفراش. واحد زعل من مرته بده يهجرها، ما بده يقرب إلها، بالفرشة، ما بصير تنام برا، بالفراش بده يظهرها،
هي هذا المعروف حتى ما يتعلم الرجل ينام برا، حتى ما يتعلم الرجل يروح يسعى برا. فالقيد قال له بالشريعة هذا المعروف، أن يكون بالمعروف. فإذا بلغنا أجلهن، لو طلق الرجل، فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. بدك تطلق، يا بتخليها عندك بتأدي لها الحق، أو بتطلقها بأداء الحق. لا بيطلقها مشان يأكل حقها، ولا بيخليها مشان دائما يبهدلها. فيا بيحطها عنده بالمعروف تكريما، أو بيطلقها مع التكريم. والله عز وجل ذكر كذلك في وصية مال اليتيم، قال الله تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. واحد توفى أبوه وهو يتيم، فأجا عمه ضمه لعنده، أو خاله ضمه لعنده، أبوه ترك له مال لهاليتيم. مال اليتيم كيف يتصرف به العم؟ بده يضمنه ولا يتصرف به إلا بالمعروف. المعروف إذا ما في له مال وما في له شيء، بيأكل من مال اليتيم بمقدار أكله فقط، أكله فقط. أما يزيد يعطيه هدية يطعمي ابنه يطعمي، لا يجوز. مال اليتيم بدك تحفظه كاملا، وبدك تنميله يا تنميله يا حتى ما تجي الزكاة تأكله. كل سنة بنطالع عليه زكاة بيروح، بدك تنميله يا الولد عمره 7 سنين، أبوه ترك له 100,000، هال100,000 بدك تطعميه منها وبتاكل منها بمقدار حاجتك، أما فوق الحاجة ما بيجوز. فبتطعميه بتاكل وبتشغل له ياهن لحتى يصير عمره 17 سنة، في 10 سنوات. ال10 سنوات لازم المال تبعه يكون زاد 10 أضعاف، فال100,000 لازم ياخذها 1,000,000. أما إذا لو إني أنا طعميتك وكسيتك ما بقى لك منها، ما بقى لك منها شيء، عظم الله أجركم. هذا بيكون أكل حراما، والذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نارا في الدنيا، في الآخرة وسيصلون سعيرا. فمعناته إله المعروف، معروف بمقدار حاجتك أنت. إذا إلك مال تأكل من مالك، ما بتأكل من مال اليتيم. إذا أما إذا مالك مال منوب وبدك تربي اليتيم، إلك تأكل من ماله بمقدار لقمتك وشبعك فقط. هذا ما الإسلام وفق دعا إليه. أتت زوجة أبو سفيان للنبي عليه الصلاة والسلام، قالت له: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح خيل، إن أبا سفيان رجل شحيح، فأحتاج أن آخذ من ماله بغير إذنه. يعني بدها تسرق من جيب جوزها من غير ما يحس، بجوز ولا ما بجوز؟ عم تسأل النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي لها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. تاخذي مقدار أكلك أنت وولادك، أكثر من الأكل ما مسموح لك تاخذي. بدها تأخذ، بدها تشتري ثياب، بدها تشتري إلا لا، أخذتي بمقدار الأكل أنت وولادك فقط. هذا المعروف. فإذا الرجل فتش قديش أخذت، والله أخذت 100 ورقة مشان أجيب أكل أنا والولاد، الله يرضى عليك، الله يعطيك العافية. أما إذا كان مدت إيده على جيبته وأخذت 10,000 ليرة
والرجل رايح بده يدفع عليه ضريبة أو على كذا، رايح يدفع مد إيده ملأ المصاري. وين المصاري؟ أخذتهم. ليش أخذتهم؟ قالت والله بدي أشتري. بدي تشتري فستان، بدي أشتري كل نفع الله. أنت سارقة، والسارقة إذا عدتيها فقدامك الطلاق. أنا ما بخلي واحدة سارقة عندي، ما بأمنك على بيتي. فبتأخذ بالمعروف، المعروف مقدار أكلها وأولادها. لذلك النبي قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. طيب، ومن المعلوم بالضرورة أن العرف يختلف باختلاف الزمن واختلاف المكان واختلاف الضيع والبلاد. نحسن يا أهل ترى نعامل أهل الضيع بمعاملة أهل المدينة. الضيع لهم عادات غير عادات المدينة، فإذا بدنا نعامل الضيع بعادات المدينة ممكن نوقع عداوة كبيرة. هلأ لو جبنا مثال، لما بالضيع بدهم يعملوا عزيمة رجال ونساء، لما بده يكون عرس تدبك النسوان والرجال سوا، هذا شرعا غير جائز، لكن تعرفوا عليه مخالف الشرع. يا جماعة إذا قلت لهم ما بيجوز ممكن يطلعوا ضدك كلهم، ممكن يقتلوه. فبدك تعطيهم على حسب استعدادهم. فمنقول لهم يا جماعة خلوا النساء مع بعضهم وخلوا الرجال مع بعضهم، نحن هيك تعودنا، نحن هيك تعودنا، هيك عندهم. فالعرف عندهم هيك، بدنا نتلطف ننقلهم درجة درجة لحتى ننقلهم من الحرام إلى الحلال. أما يجي واحد مباشرة له أخي هذا حرام ما بجوز، بيخرب العرس كله، الله يستر شو بيصير. مرة بعض طلاب العلم، الله يرزقنا يا ابني الحكمة، الله لما ذكر سيدنا داود قال وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، طالع على عرس من العلم بده يعمل، نحن موجودين، شاف النسوان والرجال والدبكة، أيها المسلمون، أيها الناس، أيها الناس، خير شو في؟ وقفوا وقفوا، دبكة ماشي وقفوا. هذا عمل حرام، هذا عمل لا يجوز، هذا كذا، واتهم العريس بالزنا واتهم العروس بالزنا، اتهم انه هذا ما بيجوز شرعا. يا ربي دخيلك، الله يهدينا. لا اعرف، اول الكل يسال الشيخ انه احكي ما احكي، لا سال المشايخ ولا سال دغري، فاز بده يبين انه هو على شرع. نزلوا في قتلي يا ستار، ساووا له راسه قد خمس رؤوس. هي سال الشيخ اتكلم ولا ما اتكلم دغري. هذا المره ملك في بعض البلاد راى منام، شاف بالمنام انه دراسه عم تتقلع، فز مجعوج مزعوج، قال جيبوا لي المشايخ كسروا لي المنام. اول شيخ اجا خير ان شاء الله، قالوا رايت في المنام ان اضراسي كلها عم تتقلع. قالوا ايه يا ملك الزمان، اهلك كلهم بدهم يموتوا قبل منك. يخرب بيتك على التفسير، قطعوا راسه، قطعوا راسه. واحد ثاني نفس التفسير، قطعوا راسه. ثلاثة أربعة خمسة على قطع روس. فشيخ من الحكماء الواعيين، شو عم يقطع روس؟ ما عم يفسروا؟ قال لهم أنا بفسر لهم أنا. يا شيخي لا، قال لهم كيف لا تخافوا علي أنتم، أنا بدي أفسر المنام. قالوا له في شيء خليه يجي.
فات الشيخ وقف عند الباب. السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا سلطان المسلمين، السلام عليك يا من ملكك الله أحكام الدين، السلام عليك السلام. قال له عليك السلام ورحمة الله وبركاته. قال له خيرا رأيت يا أمير المؤمنين، خيرا رأيت يا ملك المسلمين، خيرا خيرا. قال له والله والله دخلت الخير، لا أدي أب معك لكن شو اسمه يطول بالك بس. خيرا رأيت، قال له رؤيا الملوك ملوك الرؤيا خيرا. قال له والله رأيت أضراسي كلها عم تتألم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. خير؟ قال له ما والله ما بفسر لك، قال أسجد سجد الشكر لله. الله أكبر سجد الشكر، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. رفع رأسه الملك، قال له شو لك؟ والله صافي دخل سرور لقلبي. قال له الحمد لله، أراد الله أن يمتع هذه الأمة بك وبحكمك العادل وبفضلك أكثر من أهلك كلهم. الله بده يطول عمرك على كل أهلك. الحمد لله. قالوا نعطوه 100,000. لما طلع الشيخ فات مريض، بده يطول عمري على كل أهلي. شو معناته يعني؟ يعني كلهم بده يموتوا قبلي. التفسير واحد، تفسير واحد، لكن فوتت هذا مثل فوتت هذا، وحكي هذا مثل حكي هذا. فيا ابني الله يرزقنا الحكمة. لو كان الوقت واسع كنت ذكرت لكم أكثر من قصة في هذا الموضوع، مشان الواحد بالعوام بيقولوا يا رب تخلق لي رقبة مثل رقبة الجمل، حتى قبل ما أحكي كلمة مع عنها بدك تحكي كلمة. ما كل مكان بيحكي الواحد، في مكان الكلام فيه ما بيجوز، بدك تحكي في مكان يقبل الكلام، في مكان يكون الكلام يقبل. أما إذا واحد ما بيقبل الكلام لا تحكي. حاصل هذا لازم يكون عند أهل العلم، فكل أهل العلم لازم يكونوا على الحكمة في كم في العرف. رح أجيب لكم أمثلة على العرف واقعية حتى نعرف كيف يكون العرف. أولا الله تعالى قال في القرآن إنه لا يحب المسرفين. ما هو الإسراف؟ وبأي شيء يكون الإسراف؟ الإسراف وقال في القرآن في آية قرآنية إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. مين المبذر؟ فهون الآية ما بينت، إنما تركت للعرف، التبذير للعرف. واحد بيملك 5,000 ليرة تصدق ب100 ليرة هذا ما معنيش. أما واحد مالك 5,000 راح خلى لحاله 100 ليرة وصرف 4,900 ليرة هذا شو اسمه؟ هذا مبذر، تبذير. لأن الله عز وجل أنزل في القرآن ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، العفو الزايد عن حاجتك، اللي بيزيد عن حاجتك تتصدق فيه. أما إذا أنت بحاجة ما بصح تتصدق، حتى الزكاة يا ابن الله في مذهب الحنفي إذا واحد يطالع الزكاة لأول كل أمن بيتك. قديش معك؟ قال معي 400,000. 400,000 قديش بيطلع لي هون؟ 10,000. 10,000 بيطالع الزكاة. قال له أنت عندك بالبيت سجادة؟ لا والله ما في سجادة. سجادة هي أصلية في البيت، ضرورية ولا ما ضرورية؟ قال له اشتري سجادة أول. اشترى سجادة حط حقها 5,000 زاد معه 5,000. في عندك غسالة بالبيت ولا والله ما غسالة؟ هي ضرورية صارت بالبيت، حط كمان حط له 5,000. قديش طلع عليه الزكاة؟ لا كمان هدول لا
ما دخلنا. قديش حق الغسالة؟ 10,000، 10,000 وخمسة 5,000. براد عندك براد؟ لا، واشتري براد 25,000. طلع المجموع 50,000. قديش زاد معه؟ مبلغ اللي معه 400,000. قديش صفي؟ 350,000. بتطالع الزكاة 350. بعد ما بتكفي بيتك من الحاجات الأصلية بتبقى ديك ساعة بتطالع الزكاة. أما واحد بيته ما في سجادة وراح بده يطالع الزكاة يتصدق، لأول إيه تكفي حالك بعدين تكفي الغير. هذا القرآن يعني. فإجا واحد معه 5,000 راح قال والله بدي يصدق لوجه الله، صدق فيهم كلهم، قال له هذا لا يجوز، هذا تبذير وإسراف. واحد في البيت بكفيه 3 بلورات كهرباء، إذا شعلهم بيضوي البيت. راح حط 3 تريات، كل ترية فيها 10 أضوية، شعل 3 تريات، هذا تبذير، هذا تبذير. في عرفنا نحن شو يقال له؟ هذا مبذر. نعرف انه لازم كفيك 3 بلورات، كفي 3، حط 3 تريات، هذا اسمه تبذير. فالتبذير في الاسلام جعله الله من اخوان الشياطين، ان المبذرين كانوا اخوان شياطين. اما واحد عنده اولاد عيله، عنده 4-5 أولاد، جاب لهم طبخ، جاب لهم اكل، هذا كله يؤجر عليه. حب يطعميهم لحم، هذا ما اسمه تبذير. اكرام الاولاد واطعام الاولاد والاهل لا يعتبر تبذيرا، يعتبر حقا من الحقوق. عم يؤدي حق، ما اسمه مبذر. انت اسمه مبذر، يبذر في البيت. لما بالبيت بكفيه 1 كيلو سمنة، حط 1.5 كيلو سمنة، هذا تبذير. بده يسوي معمول، بده يسوي حلو، بكفي 1 كيلو سمنة، حط 1.5 كيلو سمنة، هذا تبذير. اولا الطعمه بتصير ما مقبوله، اذا زاد الشيء عن حده بينقلب الى ضده. فالتبذير اذا على حسب، على حسب العرف المعروف في المجتمع. فمع الأهل والأولاد ما في تبذير. أطعم أولادك مما أطعمت، مما تأكل، واسقيهم مما تسقي، والبسهم مما تلبس، وهذا لا إسراف فيه في الإسلام. في الإسلام قال الله تعالى: فكفارته للي بيحلف اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة. هل الإطعام اللي بدنا نطعمه قديش بدنا نطعم المسكين؟ قديش أطعام المسكين؟ الآية ما بينتها، لكن قال من أوسط ما تطعمون أهليكم. بالطعام الوسط، في اللحمة عالية وفي الخبز والزيتونة والزعتر أقل، حال الوسط طبخة كوسة مشي، طبخة فاصوليا، طبخة رز بازاليا، هي حالة وسط. أطعمهم من الأكل الوسط. حلف يمين وما نفذه وقع عليه اليمين، فبنقول له أول شيء بدك الطعمي 10 مساكين، ما في معك بالطعمي مسكين على 10 أيام، ما في معك عندها بتصوم 3 أيام متتابعات بدل الصيام. أما واحد بيحسن يطعمي راح صام، ما مقبول، ما انفدى يمينه ولا ارتكب الاسم. فاليمين لما نحلف يمين كفارة اليمين اطعام 10 مساكين او مسكين على 10 أيام. ممكن يعطيهم لفقير عنده اولاد، وممكن يعطيهم لعشر فقراء، ممكن هيك ممكن، ما في مانع. من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فبذلك بيكون حالة وسط أطعم عليهم.
هلا كثير من الناس بيسألوا سبحان الله، أكثر من الناس ما بيحفظوا، بيسألوا إلى الآن. إذا يطالع الصيام، زكاة الصيام كل سنة، شيخي قديش كفار الصيام؟ صار عمنا 50 سنة ما بتعرف كفار الصيام قدي صاري. كان دارة الإفتاء كان يطالع ورا كل سنة، زبيب كذا والتمر كذا والشعير كذا، مين بقى عم ياكل شعير وعم ياكل؟ لكن شو بدنا نعمل؟ شو بدنا الإطعام شلون؟ إذا كان بدنا نطعم الوسط في كل حال، الوسط لما بده يصوم ما عنده قدرة للصيام، الإفطار وبالطالع كفارة كإنسان مرضه دائم، مرضه دائم ما في إمكان للشفاء، فنقول له بتفطر وبتطالع كفارة عن كل يوم إطعام مسكين. قديش أنت لما بدك تأكل بكلفك الأكل؟ أنت شوف أكلك قديش بكلف؟ والله بكلف 30 ليرة، أطعم ب30 ليرة، واحد بيطعم 30 ليرة صحن مسبحة ورغيف خبز بكفي، قديش بكلفه؟ 30 ليرة 40 ليرة ماشي الحال. واحد ما بيقبل فيها، واحد بده ما منها وقية لحمة، وقية لحمة بكلفه 200 ليرة. واحد ما بياكل، ما بيطلع بياكل، بيروح بياكل بالنبلاء، قديش بكلفه 3000 ليرة، كسر الصفر الغداء 3000 ليرة، هذا 3000 وهذا 300 وهذا 100 وهذا 30 ورا، كل واحد على حسبه. فهمت الحكم؟ قيس على حالك انت، انت من انو؟ من الدرجة العليا ولا الوسط ولا يلي ادنى؟ بتطالع على قدك. هاي كفارة اليمين. طيب في البيع والشراء، كان المعهود في البيع والشراء يجي واحد بده يشتري هالكاسة بقديش؟ 20 ب30 اتفق عليها، قل له بعتني هذا الكاس ب30 ليرة، قل له بعتك هذا الكاس، بقول له وأنا رضيت هذا الثمن، قبضت أنت قبضت؟ نعم أنا قبضت، بعت واشتريت. هلا ما في بعت واشتريت، هلا هلا في واحد يروح لعنده اللي بعتني واشتريتك ويجيب شهود انه بعتني واشتريتك؟ لا، هلا المعهود بين الناس، روح لعند الفران اعطينا ربطة خبز، قديش حق ربطة الخبز؟ 15، يعطي 15 بياخذ ربطة الخبز. هذا والنبي عليه الصلاة والسلام لما اخبرنا قال إنما البيع عن تراض. فضوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إنما البيع عن تراض، متى ما رضيت أنت ورضي البياع صح البيع. وفي حديث قال صلى الله عليه وسلم لا يتفرق المتبايعان عن بيع إلا عن تراض، لما بده يبيع لما بده يشتري عن تراضي. اشتريت انت هالبضاعة رضيت فيها؟ نعم. رضيت انت بهالمبلغ؟ نعم. صح، هذا البيع والشراء عن التراضي. فما شاف ان يكون التراضي بعتك واشتريت صار متى ما دفع له المصاري واخذ، هذا رضا. صار من عادة الناس ان يرضى البيع والشراء. متى ما سألك قديش حقها؟ 200، لا 150، لا 170، 180، اتفقنا على 180، هي 180 اخذ البضاعة، هالدفع هذا شو معناتها؟ رضي. تسليم البضاعة شو معناتها؟ رضي. فصدق رسول الله لا يتفرق المتبايعان الا عن بيع
عن بيع إلا عن تراضي. لا يتفرق المتبايعان عن بيع إلا عن تراضي. أما إذا أخذ البضاعة المرضيان فيها ما اسمه بيع، أو سلموا البضاعة المرضيان بالثمن ما اسمه بيع، ما تم البيع عن تراضي. فالبائع رضي استلم المال، والشاري رضي استلم البضاعة. في قول الله تعالى: ولا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هذا كان، هذا من الحرام أن يقول ولد لوالديه أف. كلمة أف هي بتطلع بدون ما يعرف. يا ابني خذ الشغلة، أف يا أمي والله والله رفعتي عم يستنوني، أف والله في عندي وعد، أف أف أف. كلمة أف لا تقال للوالدين، فهذا في العرف اللغوي هذا أذى للوالدين. شافوا واحد عم يضرب أبوه، لك يا ابني حرام عليه، قال لهم جيبوا لي نص، في نص بالقرآن لا تضربوا، أو الله قال لا تقل لهما أف، ما قال لا تضربهم. لما قال لك أقل شيء حرم عليك القليل، معناتها الكثير شو بيكون؟ حرام أكثر. معناتها مثلا لما النبي قال في الخمر، لما قال ما أسكر قليله فملء الكف منه حرام. إذا واحد شرب تنكة بيسكر، نعم، قال إيه نقطة الخمر حرام. فدائما القليل إذا كنا القليل حرام، إذا نقطة الخمر حرام، تنك الخمر شو بتكون؟ حرام أكثر. إذا كان الخنزير نجس، شافت لحم من الخنزير شو بتكون؟ نجسة. فلازم يكون الإنسان يعرف. طيب، رجل عقد عقده، شاف فتاة انسر فيها وسرت فيه، كتب كتابه عليها، لكن قبل الدخول كتب كتابه من غير ما يعين المهر، حبه وحبته نكتب الكتاب، كتبنا الكتاب ما عين المهر. بعد مرور شهرين ثلاثة سنة طلقها. هي شو في إلها؟ طلقت تطلع هي؟ لله تعالى هون المعروف: ما دام عقد العقد وطلقت قبل الدخول فبيجب عليك نصف المهر، نصف المهر. أما إذا خلا بها خلوة وجب المهر كاملا. متى من كتب الكتاب خلا بها ولو خمس دقائق، في بعض الأمهات تعملها فخ للصهر، هو ما بيكون فهمان، يكون قاعد هو وزوجته تقول لهم أنا لها ساوي لكم فنجان قهوة، تتركهم تسكر الباب تروح لساوي لهم فنجان القهوة، بما ساوي فنجان القهوة صارت خلوة، وجب المهر كاملا. فلو بعدها قال أنا ما بدي إياها، بتقول له بدك تحط المهر كامل لأنه صار في خلوة. وهذا الشرع على الإنسان. فإذا طلقها الرجل لكن ما كتب المهر، طيب إذا ما كتب المهر، الله قال ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. متاع بدنا نلبسها بدلة، جبر خاطر إلها بعد ما كانت حاطة ثقتها في إنه هذا زوجها وهذا كل، طلقها راح ينكسر خاطرها، قال اجبر خاطرها لبسها بدلة. قديش البدلة اللي بدي ياخذ لها؟ قال انت متعها على قدرك، موسع انت ولا مقدر عليك؟ لا موسع، اذا موسع معه مال اشتري لها بدلة حرير. كل ما شافتها قول اه لو كان عندي، لو كنت بخدمه، الله يبارك لنا بحياته،
تدعي لك ولو طلقتها. أما إذا تركها ومشيت شلون ما التفتت؟ الله لا يبارك له، الله يخرب بيته، الله تدعي عليه. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. واحد ما بيملك أكثر من 5000 ورا بيشتري لها بدلة 200 300 ورا بيمشي حاله. فهون قديش القدر؟ الله ما عينه، تركه لعرف الحياة. بالعرف بيعرف الإنسان على قدر المستطاع بيعطي. طيب وحدة غيرها، واحد أخذ قماشة للخياط يفصل له إياها طقم، أخذ الخياط لقياس بكل ما يمكن، بعد جمعة بتيجي بتاخده، نسي إشارة الخياط قديش بده، أجا بده ياخذ الطقم قال له الخياطة 6000 ليرة، 4000 للجاكيت و2000 للبنطلون. أخي شو بجوز لك من الله يعني تعالى 6000 ليرة؟ شو 6000؟ شو الخياطة أكثر من حد الماش؟ قال له أخي أنا هيك عم بأخذ. اختلفوا. نرجع للعرف. العرف قديش العرف عم ياخذ من الناس؟ 6000، ندفع له 6000. هذا المتعارف بين الناس، خياط قديش بياخذ على الماشي؟ عم ياخذ 6000، بدك تدفع له 6000. ليش ما شارطته من قبل؟ من قبل لك لازم كان يشارطه. ما عجبك عندها بترجع. اما ما دام ما شارطت بدك تدفع. كما هو المتعارف بين الناس. واحد اشترى أرض، هالأرض فيها قطين معمرين. العرف متى ما اشتريت الأرض كل شيء بالأرض لك فيها. باعك الأرض يقول لك أنا باعتك الأرض من غير البيت، قال له الأرض بما فيها البيت والبير وال المعمل، شو فيها بكون أنا اشتريت الأرض بما فيها. فهذا العرف، متى ما اشترى الأرض معناتها اشترى كل ما فيها، إلا إذا كان عند العقد قال له بعتك ما عدا كذا وكذا ورضي بذلك ما عندي شيء. أما العرف متى ما اشتريت الأرض اشتريت كل شيء بالأرض. واحد باعك بيت، اشتريت بيت 3 وصوفة، ثلاثة وصوفة، لما بيسمك بيسمك 3 وصوفة بما فيهم. أما في بعض الناس بيقلع بين بلورات الكهرباء، بيقلع الكذا من الحيطان، بيقلع، هذا إنسان شحيح وبخيل، هذا إنسان ما في أمانة. لما بعته البيت بعته البيت بما فيه، بما فيه. متى ما باع البيت باع البيت بما فيه، فلا يجوز أن ينقص به. وما يفعله بعض الناس هؤلاء يدل على أنهم أصحاب نفوس شحيحة غير صالحة. فلا يصح لنا أن نقيم بلورات الكهرباء، نقيم شقفنا، شو موجود تخليه تطلع. هذا إذا كان باع الأرض أو باع البيت. واحد حلف يمين في ضيعة من الضياع، حلف يمين بالله انه ما بيركب دابة. نسأل اهل البلد شو الدابة المعروفة عندكم هون؟ قالوا والله الحمار. فبيقع اليمين على الحمار، فلو ركب فرسا او ركب جملا لا يقع اليمين عليه. شو معروف اسم الدابة بهالبلد؟ الدابة معناتها حمار. فمنقول له الحمار ما بيصح تركبه، لو ركب غيره فلا اسم عليه ولا كفارة.
شايفين العرف شلون؟ عرف البلد، من ندور على عرف، على عرف البلد. واحد في دومة، الله يفرج عنا وعنهم، حلف يمين ما بياكل راس. شو الراس المعروف عندهم؟ مثلا راس الغنم، معروف اكل الراس ولا راس الغنم. فاكل راس سمكه او راس دجاجه، ما بقى عليه اليمين، لأن المعروف الراس انه غنم، ما بقى عليه. لو اكل راس غنمي او راس سمكه او راس، او حلف انه ما بياكل لحم، فاكل سمكا، هل يعتبر لحم؟ السمك لا يعتبر لحم، وان كان سماه القران لحما طريا، لكن المعروف عند الناس بيقول سم لحم ولا بيقول له سمك؟ بيقول سمك، ما بيقول لحم. فلو اكل سمكا فلا اسم عليه. واحد حلف انه والله ما بقعد تحت السقف، الله عز وجل قال وجعلنا السماء سقفا محفوظا، فاذا قعد تحت السماء بقع اليد يمين، وانه سقفا محفوظا لا، لان العرف عند الناس السقف انه هذا السقف، هذا المعروف عند الناس. فحلف ما بينام تحت السقف، يعني زائد هو ومرته، زائد هو ومرته، الا ما بيجمعني واياك سقف، ما بقعد انا وياكي تحت سقف، سقف البيت. اما لو قعد هو وياها بجنينه او قعد هو وياها بلستان ما في مانع. بيقول له السما سقف مقفول، قال له لا، المعروف السقف هو هذا السقف. يعني بتصير هي بين الناس، بيتخانقوا وياها انه والله ما بيجمعني بيني وبينك سقف. بالبيت ما بيصح يقعد هو وياها. اذا قعد وجب عليه كفارة اليمين، أما قعد هو وياها بجنينة، قعد هو وياها بالبستان، الله يعطيك العافية ما في شيء، ما وجب عليه كفارة، لأنه لا يعتبر سقف. كمان واحد حلف إنه والله ما بتضوى بسراج أبدا، ما بحط سراج ببيتي، وفاجت الشمس، الله قال وجعلنا الشمس سراجا، فهل تعتبر هذه سراج؟ بقى عليه اليمين، لا يقع عليه اليمين. هي كلها مشان ناخذ عرف الزمن وعرف الوقت وعرف المحل حتى ما نقع في خلاف. واحد هو وزوجته أو هو وأهله قاعدين تخانوا، حلف يمين والله ما بشرب عندكم مي، حلف ما بشرب مي، فجبنا له شاي أو تمر هندي، وقع على اليمين؟ لا، ما بقع على اليمين، لأن ما غير الشاي، تمر هندي غير الماء، فإذا قال الماء بقى على الماء فقط. هذا عرف المجتمع وعرف الحياة. طيب، لكن هي مسألة، لو واحد حلف ما بدخل دار فلان، ما بفوت لعند أبوه، ما بفوت لعند أخوه، ما بفوت لعند خاله، حلف، فحملوا على كرسي وفوتوا، بقى عليه اليمين ولا ما بقى؟ شو رأيكم؟ بقى، لأنه القصد أنه ما بيدخل، يعني ما بيفوت، وهو دخل. لو قال له ما بدعس بعثبتك، وحملوه ودخلوه، كمان بقى على اليمين.
لأنه المراد منع زوجته، قال لما بتفوتي على البيت. فجاب أبوها فوت على البيت، ما بتفوتي، فوت أبوها وقع اليمين. المراد عدم الدخول للبيت معناتها عدم الدحس، معناتها عدم الدخول. فلما دخل وجب عليه الكفارة. حكيت المسألة، كانت مسألة ثانية. رجل رأى امرأة فأعجبته بجمالها بشكلها بكذا، أعجبته، خطبها من أبيها وعقد العقد عليها، لكنه لم يسمي لها مهرا، ما سمى المهر. فبعد ما تزوجوا، الزوجة طالبت بالمهر، قالت له ما بتدخل إلا تدفع المهر. أديش المهر؟ ما عيننا المهر. فإذا ما عينت البهن، قلت له مهري مهر مثلي. أختي تزوجت 2,000,000، لك تدفع 2,000,000 مثلها. أختها بنت عمتها بنت خالتها بنت أختها يلي بتناسبها بجمالها وبشكلها وبسنها، هي عمرها 25، هي عمرها 25، هي تزوجت 2,000,000، هي تزوجت 1,000,000، بتناسب أنو؟ مثل الزواج. الأولياء الآمن خرب بيتي، أنا مفكر حول 100,000، 1,000,000، لأنه الزواج مهر المثل. من لم يعين المهر فالمهر مهر المثل، مهر مثلها، أختها أو بنت عمتها أو بنت خالتها أو بنت أختها، بقديش تزوجوا؟ تتزوج مثلهم. هي إذا ما عين المهر فلها مهر مثلها. صلى الله عليك يا رسول الله. هذا كله تنبيه للرجال عند العقد يكون منتبه، يعين المهر. الإسلام طلب إذا أراد الرجل أن يزوج ابنته أن يستأذنها. ما بصير إلا بدي تاخذي ابن عمك وإجرك على رقبتك غصب عنك، فبتقول له هذا الزواج لا يجوز، زواج غير صحيح. يلي بترضاه تتزوجه، ما بترضاه ما تتزوجه. أما في آباء بيجي بده يجبر بنته إنه تاخذ بنت أمها بنت خالها، ما عندها ميل له، فلا يجوز هذا الزواج. فرجل مثلا أراد أن يستأذن بنته، يا بنتي تاي الله يرضى عليك، فلان خاطبك طالبك للزواج، بيشتغل كذا، عمله كذا، مهمته كذا، شو رأيك؟ فالبنت سكتت، حمر وشها أو ابتسمت، الابتسامة واحمرار الوجه والسكوت دليل القبول. هذول الصفات، السكوت واحمرار الوجه والبسمة دليل القبول. أما إذا كان صرخت أو بكيت أو صاحت مشان الله يا بابا ما بدي أتزوج، إلا خلص ما بدي إياه. فدائما العرف إذا كانت البنت مر وجهها أو ابتسمت أو الثالثة صمتت، إذن البكر صمتها، إذا سكتت ما تبدأ. وزالت يا بابا أنت المسؤول عني، شو بتريد أنا بريد، معناتها فوضت لأبوها. نحن هلأ في حال في المجتمع بيقول المهر مقدم كذا ومؤجل كذا،
هذا صار عرف في المجتمع. أصل المهر واحد، أصل المهر واحد، ما في متقدم متأخر. زوجتك ابنتي على مهر قدره 10,000 ليرة، هذا المهر. أما تعرف الناس عليه الآن لما ساءت أخلاق الشباب، صار يطلق بعد سنة سنتين عم يطلق البنت، فالأب فكر إنه البنت إذا اتطلقت يكون في عندها شيء تدبر حالها، فعملوا المهر نصين، نص متقدم ونص متأخر. بعدين ساووا المتقدم ضعف المتأخر 200%. الآن صار المتأخر أكثر من المتقدم. المتقدم بيقول له على ليرة ذهب متقدم، والمتأخر بكتبه 1.5 مليون. ما هو المتأخر؟ ما حكم المتأخر؟ يا شباب يا أحباب انتبهوا، المهر فرض للمرأة، سماه الله صداقا، ما سماه أجرا، سماه صداقا. تدفع له صداق، والصداق هو تكريم، تكريم الفتاة التي حصنت نفسها من الحضام، تدفع له المهر. المتأخر حكمه فرض في عنق الزوج، لما بيقول له 300 متأخر 300 متقدم، 300 المتأخر أمانة في عنقك، دين أمانة في عنقك، ما تفكر إنه حبر على ورق. أكثر الشباب بيفكروا إنه حبر على ورق، بيقولوا سجل قد ما بدك عمو سجل. يا أخي يا ابني المتأخر بدك تدفعه، فرض عليك دفعه. أنت بيندفع في حياتك لك تدفعه، أما إذا كان ما دفعه في حياته ففي موت أو طلاق يجب وجوبا دفع المهر. لو مات الرجل كحكم شرعي، مات الرجل ومهر زوجته 500,000، قبل ما نغسله، انتبهوا، قبل التغسيل، قبل ما تحطه على المغتسل، بتطالع الدين اللي على أبوه. ومن الدين مهر الزوجة. أول شيء بتقول له هاي 500 مهرك المتأخر، هدول ما دخلوا بالتركي، هدول أول شيء بيطلعوا. مين قال له دين على الوالد؟ تضمنه أنت، تدفعوا إلى مهر الزوجة دغري، تدفع لها إياه. هذا دين. أما أكثر من الناس شو عم يساووا؟ مات الرجل، عم يجوا بيت الإحماء، بيقولوا أنت قصرتي، أنت كنتي سبب موته، والله لا نخرب بيتك، والله لا نشتكي عليكي، والله لا نعمل، والله لا. مسكينة من خوفها بتقول لهم الله يسامحكم بالكل بس اتركوني. بتسامحهم؟ أكلوا حرام وأدخلوا ولدهم في النار، عذاب، عذاب ولدهم في النار، وهن أكلوا حرام فصاروا من أهل النار، وهي صارت مظلومة. إن دعت عليهم الله بيستجيب لها. ما عم ينتبهوا الناس لهالناحية هي. دائما بدك تضمن زوجتك، إذا كان أهلك مع المستوى لازم تضمن لحقها، بيدفع المهر بحياته متقدم والمتأخر، ما بقى لها شيء. طيب فإذا مات بتأخذ من التركة، تأخذ من التركة. إذا في أولاد بتأخذ الثمن، إذا ما في أولاد بتأخذ الربع، ربع المال بتأخذه إذا ما في أولاد. مات وما اجى اولاد وترك 1,000,000، تاخذ 250,000، هي الها، هذا الميراث الها. بعدين الام والاب بياخذوا يلي باقي.
فلذلك المتأخر لازم ينتبه يا ابني الإنسان ما تكونوا على البركة، بيروح لعند عمه حب الزوجة بده يتزوجها، بيقول له يا عمه، العم بيحكي للصهر بيقول له يا ابني أنت حبيتنا ونحن حبيناك، نحن ما بدنا نغلي عليك، بس مشان الناس ما يحكوا قدام الناس نكتب النقد مليونين، مليون متقدم مليون متأخر قدام الناس بس. بقول له معلش يا عمي اكتب. اجى تبع المحكمة مليون متقدم مليون متأخر، وجب عليك يا ابني مليون متقدم مليون متأخر، والأهل نحن عم نحكي مشان قدام الناس، وجب عليك المهر، خليكم صحيانين ما حدا يدخل عليكم بهيك وحده. أكثر الشباب ما عم تنتبه لهذه الناحية مشان الناس ما يحكوا. يلي بده يحكي أنت عم تزوج راضي فيي ولا مالك راضي؟ راضي. أنا بدفع 10، أنت قول مليون. أنا بدفع لك، أنا عندي استعداد أدفع 10. أنت قول مليون، قول مليونين، قول 10 مليون. أما أنا بدفع 10. أنه في ناس عم تقع بهالوقعة هي، عم المرأة يضيع متأخرها وهو الرجل عم ياكل الحرام أو أهله عم ياكل الحرام، ما عم ينتفعوا من هالناحية. فلذلك هذا المهر المتأخر حكمه دين في عنق الرجل. يلي عليه دين، واحد مثلا، هذا المسألة اجتنا، واحد متزوج من 50 سنة، حاطت متأخر الزوجة 4000 ليرة من 50 سنة، 400 أو 4000. هلأ وقع خلاف، بده يطلق، قد ايه بده يدفع لها؟ 400 ورقة؟ قال له لا، من 50 سنة 400 ليرة قديش كانوا بيجيبوا ذهب؟ كانوا بيجيبوا، كانت الليرة ب6 ليرات ب7 ليرات، كانوا يجيبوا 100 ليرة ذهب. هلا قديش حقهم 100 ليرة ذهب؟ بدك تدفع له اياها بسعر هالزمن، ما بتدفع لها بسعر هذاك الزمن. انه في ناس بتلعب لعبة تاكل حرام وما لها دريانة. واحد شاري بيت، الي منه حصة، اخذ انا الي منه حصة مثلا، بده يبيع، قال له اخي يا بتدفع لي حقه يا بتدفع لك حقه، قول انا بشتري بثمن اللي اشتريناه. يعني بده على حسب 20 سنة، بده يشترى بياخذ باقي هلا. طيب اذا بدك تبيعني بده يبيعني بسعر هلا، ببيع بسعر هلا بيشتري بسعر قبل 20 سنة، هذا ما أكل حرام. مثل ما بدك تشتري بتبيع بسعر الزمن، يا بتشتري هلا بسعره يا ببيع بسعره. فلازم ننتبه حتى ما يكون في موضوع العرف، ما يجي واحد يلعب علينا في ذلك. فالله عز وجل يتقبل منا ومنكم. طيب، كل دعوة الإنسان أخي هيك العرف، نقول له في شروط، بدنا نرجع إلى شروط الشريعة المطهرة. أنا ذاكر مسألة، أنا واحد تزوج وصار له متزوج 10 سنين، عم يفوت ويطلع، عم يفوت ايديه معبايه وعم يطلع ايديه فاضيه، عم يجيب الاكل ويجيب الفواكه ويجيب كذا، بعد 10 سنين صار بينه وبين المراه خلاف، فالمراه ادعت عليه عند القاضي انه لم ينفق عليها في هذه المده، 10 سنين ما انفق عليها. هي حاله النساء،
إله إلا الله. لو أنفقت عليهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. نزل واحد على المحكمة ومعه مرته، شو بك يا أخي؟ قالت له صلي معه كل هالمدة ما شفت منه يوم أبيض ولا يوم. قالت له ولا يوم. التفت القاضي للرجل قال له شو رأيك أنت؟ قال يا مولانا القاضي اسأل لي إياها، كم يوم طبخنا لبنية؟ كم يوم طبخنا شاكرية؟ كم يوم طبخنا كذا؟ كم يوم؟ ضحكت قال له روحي يلا خدي ورجعي على البيت. أيام لكن أنكرت. صلى الله عليه وسلم إذا رأت منك شيئا، إذا رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. نسأل الله السلام لهذه المرأة التي سماها النبي عليه الصلاة والسلام المنافقة. فهذه المرأة ادعت أنه ما شافت منه أيام، فدعواها غير مسموعة. بيجيب اثنين جيرانه بيشهدوا، عم يفوت معبر وعم يطلع فاضي، عم يفوت هذا. فمرد لها دعوتها وما نقبل منها. المدعي هي داعية. المدعي شوف يعني المدعي، اليمين على المدعي، المدعي على اليمين على المدعي، والبينة على المدعي، واليمين على من أنكر. فإذا أنكر له حليف يمين، قول والله العظيم أنا كنت جيب لي الطعام والشراب والكساء. طيب جيبي بينة أنت، ما في بينة، فمرد لدعوتها. طيب الله قال في القرآن يا أيها الذين آمنوا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. كل جامع بدك تدخل له تدخل بزينة، بلباس نظيف. أما لحام يفوت بأواعي اللحمة طالع منه ريحة اللحمة، الثاني فايد طالع منه ريحة كذا. خذوا زينتكم. هذه الزينة شو تقديرها يا ترى؟ نلبس بأواعي العرس، نلبس بأواعي شو الزينة؟ هذا على حسب العرف. حسب العرف أنه بتجي بأواعي المعتدلة اللي بتطلع فيها بين الناس، لا بتلبس أواعي الشغل بتجي على بأواعي الشغل، ولا بتلبس أواعي العرس. خذ الأواعي اللي بتمشي فيها بين الناس بتجي فيها على الجامع، هي الزينة. خذوا زينتكم، بس ما تطلع منك روائح تؤذي المصلين، ولا تكون ثيابك وسخة توسخ الجامع. فهذا هذه الزينة. فالله عز وجل عندما أمر بذلك للزينة، أمر بالزينة، أمر بزينة تتناسب مع زمانك وبيئتك وحياتك ومجتمعك. فأما إذا قلنا أنه لازم دائما كل ما بده يجي على الجامع لازم يلبس أواعي الطقم تبعه، ما بيجي على الجامع، ما عاد يجي حدا على الجامع. وإنت بده يروح على البيت يلبس طقم ويجي، ما بقى يجي على الجامع. واللي بالشغل ما بقى حدا يجي على الجامع، لا بنقول له بس يا ابني تعا بثياب. هلا مثل بالسوق مثلا عم يشتغلوا بالسوق، أدن المقدم بقول له يا ابني اشتري عباية، عباية كل اللي حقها 150 ورقة تحطها، وقت بدك تروح على الجامع حطها بسوق تعا على الجامع، هي زينتك حتى تظهر بثياب. أما اللحام عم يشتغل جاي بأواعي اللحمة وطالع الزنخة منه، كل الجماعة بيتأذوا منه. واحد شغيل وجاي على الجامع وريحة جراباته طالعة، أنتني واقف بده يصلي، هذا ما هذا صلاته مكروهة، وبيطلع من الجامع بإثم ولا يخرج بأجر. غسل رجليك اشلح جراباتك حتى ما تأذي الناس. عليه الصلاة والسلام قال لولا أن أشق على أمتي
لأمرتهم بالطيب والسواك عند كل صلاة. كل صلاة تعطر وتسوك حتى ريحة تمك ما تكون طالعة. أما شربان على باب الجامع أول سيكارة بيشرب منها، ثاني سيكارة، ثالث سيكارة للنية وبيفوت على الجامع. يا ابني روح صلي ببيتك والله أفضل لك، ولا تصلي في الجامع عليك الإثم. عليه الصلاة والسلام قال: من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مسجدنا. الشجرتين البصل والثوم، يلي آكل بصل أو آكل ثوم لا يفوت على الجامع، روح صلي ببيتك، لا يقربن مسجدنا. أنو بلاء أكبر، البصل والثوم ولا السيكارة؟ البصل والثوم، البصل قلت لكم الدرس الماضي أظن، يلي بيبلغ عمره من فوق 40 سنة كل ليلة لازم يأكل بصلة، بصلة قد الجوزة، طاع 4 شعاف حطها بكاسة مي أو زبدية مي عند العشاء تقعد تاكلها، ما بيصيبك جلطة ما دمت حيا بتوفيق الله. إن البصل بيعمل ميوعة في الدم ما بيصيبك جلطة. كل يوم بصلة عشية، بدنا من النوم ما بيشعر بذلك. أما بالنهار إذا بده ياكل بعد البصل والثوم ياكل عرق نعناع، ياكل عرق ترخون، بتروح ريحة البصل والثوم. مع إنه البصل والثوم النبي قال: لولا أن الملك يأتيني لأكلته، خاصة الثوم. قال النبي لعلي رضي الله عنه: يا علي كل الثوم نيئا فإنه يقطع 70 داء من الجسد، صلى الله عليه وسلم. كل الثوم نيئا ولولا أن الملك يأتيني لأكلته. قال: لكن اللي بياكله لا يجي على الجامع، آكل ثوم مقلى، آكل الفول مقلى ومع منه هالثوم الأخضر وجاي وريحة الثوم طالعة. نبي أبني صلي ببيتك أفضل لك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا واختم بالصالحات أعمالنا، وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.